للعلا عنوان إذ كل جزال إذ كل لسان بالروح في الجسد هبثت هبني وعلى الله يا سيدي وعلى الله نمشي وفوق السلام الله منك القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خديجة الشاهدي الوزاني رئيسة المنظمة المغربية للوحدة الترابية للمملكة وقضايا الهجرة. اليوم حنا كمجتمع مدني درنا وقفة استنكارية على الناس اللي حرقوا العلم الوطني في فرنسا، وهذوك اللي حرقوا العلم الوطني حاشا لله يكونوا مغاربة أحرار، لأن المغاربة الأحرار اللون ديال الراية كيجري في الدم ديالهم وفي العروق ديالهم، يعني ما يمكنش يكونوا مغاربة هذوك. والرايه المغربيه غتبقى ديما الفوق الفوق، والوطن ديالنا في قلبنا، والملك ديالنا الله ينصره والله ينصر الاسره العلويه. يعني اللي قص الوطن ولا قص الرايه هذه راه انا كنحسبها جريمه، يعني خصو يتعاقب عليها. والرايه المغربيه راها رمز مقدس، يعني ما خصناش نهينوها ولا نحرقوها ولا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. شرف بن عياد رئيسه جمعيه شعله الامل ونائبه رئيس لمؤسسه جمع شمل الصحراويين المغاربه في العالم. اليوم احنا كمجتمع مدني بمدينه فاس العاصمه العلميه نستنكر ونندد بهذا العمل المشين الذي قامت به احدى انفصاليات بالديار الاوروبيه، ولا نرد بمثل هذا العمل، بل نحن دائما تحت السياده الرائعه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، ونقول دائما خط احمر لرايتنا ولملكنا ولوطننا الحبيب. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معك نوفل محمد مزياني النائب الاول لرئيسه المنظمه المغربيه للدفاع عن الوحده الترابيه للمملكه وقضايا الهجره. كي كتشوفوا اليوم حنا كفعاليات المجتمع المدني وخرجنا كنشجبوا ذاك العمل الشنيع اللي قامت به ذاك السيده في باريس باحراق العالم الوطني. كي كيعرف الجميع وكيعرف المغاربه قطبه، فالعالم الوطني هو رمز من رموز سياده الدوله المغربيه، وهو جزء من هويتنا ورابط من روابط روافدنا بمختلف جوانبها من الشمال الى الجنوب تحت القياده الراشده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. فحنا كنشجبوا هذا العمل الشنيع اللي قامت به باحراق العالم الوطني، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. محمد المغاري الفطري رئيس الرابطه المغربيه للمتدخلين المتقاعدين بالمغرب والمندوب الوطني للاتحاد الوطني للديمقراطيه التشاركيه. بطبيعه الحال اي مغربي يدين هذا العمل الذي تم بباريس. النجمه المغربيه هي عباره عن تالوت، تمثل تالوت الله الوطن الملك، ويمس بهذه الرايه هو يمس بهذه الشعاره الثلاثه ديالنا الخالده. من هنا كنوجه واحد النداء للمغاربه ديال باريس بالخصوص. القانون الفرنسي يدين هذا النوع من العمليات، ما يمكنش تسب رئيس دوله، ما يمكنش تحرق علام ديال الوطن، ما يمكنش تمس برمز من رموز ديال اي دوله. فهذا قانون فرنسي. إذن المغاربه ديال باريس خصهم يشوفوا واحد ثلاثه المحامين ويتبعوا هاد السيده، وغادي ينجحوا ان شاء الله في هذه العمليه هذه. هذا هو احسن من هذه الوقفات. ثم من جهه اخرى انا يحزنني ان ارى هذه المجموعه القليله جدا تقف لجانب لجانب الرايه المغربيه. هذا اما خلل في التنظيم وغالبا هو اللي كاين، اما المغاربه ما يمكنش يستجبوا غير بهذا العدد هذا. ولهذا رجاء من المنظمين مره اخرى ياخذوا الوقت الكافي ويعلنوا اكبر عدد ممكن باش يمكن يكون تمثيليه صحيحه، ماشي هذا العدد هذا. هادو غيورين جاو ولكن غير كافي للرايه المغربيه، خصها هنا يكونوا واحد الالوفات هنا خصها تكون. وجزاكم الله خير. السلام عليكم، حكيمه باباش رئيسه المركز الوطني كرامه وحقوق. نحن من هذا المنبر كجمعيه وطنيه وكمركز وطني يدين هذا التصرف، يدين هذا العمل اللي لا نرى انه عمل اجرامي فقط، بل نرى انه اعتدى على هويه شعب
اعتدى على رمز شعب. ملي كنحرقوا علم وطني وحنا محسوبين على هذا الوطن كنوليو في العبثيه، كنوليو ما كنعبروش على يعني المغربيه ديال لا حتى مغربيه ديالنا، ولكن كنعبروا على شي حاجات اللي هما لا يمسون لا يمتون للوطنيه ولا للوطن بصله. يعني هذا التصرف نحن نشجبه وبشده، وكنعتبر انه اعتداء كيف قلت على الهويه الوطنيه، لان علم المغرب فهو خط احمر، علم المغرب هو يعني لا جدال فيه ولا نقاش فيه. العالم المغربي باش يتحرق بهذيك الطريقه ومن قبل وحده محسوبه على المغاربه، اظن ان هذا يعني هذا شي حاجه اللي كان ما يمكنناش نصنفوها الا اننا نصنفوها انها عمل اجرامي، عالم لا اخلاقي، عمل يعني لا اخلاقي، عمل اجرامي. الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي الكريم. انه ليوم عظيم في حقيقه، يوم عظيم، لكن نتألم كثيرا على ما وقع بالنسبة للراية المغربية التي هي روحنا، هي جسدنا، هي حاضرنا، هي مستقبلنا، هي شعبنا، هي وطننا، هي ملكنا، هي كل شيء. فيجب على كل إنسان على وجه هذه البسيطة أن يعرف قيمة المغرب، قيمة المملكة المغربية، وقيمة ملك المغرب، وقيمة الملكية الدستورية، ويعرف أن الراية هي كل شيء في قلوبنا وفي أرواحنا. فنحن سوف ولن نتخلى عن هذه عن الراية. الراية خط حمراء، المملكة المغربية خط حمراء، الشعب المغربي خط أحمر، الوحدة الترابية خط أحمر، وحتى الراية ولا المقدسات الوطنية خط أحمر يجب أن لا يتحداه أي إنسان مهما كبر أو صغر، كيفما كان نوعه على المستوى الوطني والقاري والعالمي والدولي. والسلام عليكم ورحمة الله.